السلام عليك سيدي يا أمير المؤمنين، السلام على حيدر الكرار، السلام على ذبيح المنبر والسجود، السلام عليك سيدي يوم ولدت ويوم استشهدت في محراب صلاتك، السلام عليك سيدي في هذه الليلة التي تفتقد فيها الإنسانية عدالة علي وشجاعته ونبله، السلام عليك سيدي، وها نحن اليوم نعيش ذكرى رحيلك المؤلمة التي فيها تهدمت أركان الهدى. سيدي إن لي فقدك ألم كبير في قلوب المؤمنين والمسلمين والإنسانية جمعاء. سيدي هذه القلوب وهذه الجماهير وهذه الموالون قدموا من مناطق شتى إلى حضرتك، وهم يتوسلون بك إلى الله سبحانه وتعالى بأن تكون شفيعا لهم يوم القيامة. سيدي هذه الجموع المليونية وهي تحمل حزنا وألما شديدا في قلوبها. سيدي هذه الحشود التي قدمت ما قدمت من شهداء على نهجك سيدي، ها هي اليوم تقصد النجف الأشرف حيث العتبة العلوية المطهرة، حيث مرقد أمير المؤمنين لكي يواسوا صاحب العصر والزمان بهذه الفاجعة الأليمة ويواسوا الإنسانية جمعاء. سيدي اليوم الحشود المليونية تجدد العهد بك وتجدد الولاء لنهجك ومنهاجك القويم ولعدالتك ولما قدمته من إنسانية كبيرة.